أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من قرية الطفل المقامة على حديقة جمال عبد الناصر، حيث شرف المكان قبل قليل سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد العبد الله الصباح، ونحن بانتظار حضرة صاحب السمو أمير البلاد الذي شرف المكان في هذه اللحظة. أيها السادة، حضرة صاحب السمو أمير البلاد المعظم يصل في هذه اللحظة إلى البوابة الرئيسية لقرية الطفل المقامة على أرض حديقة جمال عبد الناصر. سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وأعضاء المجلس الوطني وموظفو الأمانة العامة وجميع أعضاء اللجنة الوطنية للاحتفال بالسنة الدولية يستقبلون حضرة صاحب السمو أمير البلاد. تشارك الكويت دول العالم وشعوبها احتفالات هذا العام بالسنة الدولية للطفل، إيمانا منها بأهمية الدور الإيجابي البناء والأمال العريضة.
بعد أن عزفت مجموعة من أطفال القرية النشيد الوطني بحضور حضرة صاحب السمو وأمير البلاد ومستقبليه. ورفع العلم على السهر الرئيسي بوسط القرية، هل حزف السلام الوطني ونشيد الأطفال. يتوجه الآن حضرة صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ومستقبليه لتفقد النشاطات المختلفة المقامة بقرية الطفل، وعددها 13 نشاطا. أيها السادة، تشارك الكويت دول العالم وشعوبها احتفالاتها هذا العام بالسنة الدولية للطفل، إيمانا منها بأهمية الدور الإيجابي البناء والأمال العريضة التي تعلق على أطفال اليوم وشباب الغد في تشييد الأوطان وإثراء الحضارة الإنسانية بكل معاني الخير والوئام والتعاون والسلام. قد أدركت الكويت منذ زمن طويل أبعاد هذا الدور الذي ينتظر أطفالنا وفلذات أكبادنا وأهميته على كل مستوى وصعيد، سواء على الصعيد الوطني أو القومي أو الدولي، فوضعت من أجل ذلك الخطط الهادفة وأقامت المؤسسات التربوية المتعددة الخاصة بالأطفال على اختلاف أعمالها، وزودتها بأفضل الفاعليات البشرية وأحدث المعدات والوسائل التي تحقق الغايات المثلى لعملية التربية. يا جابر فيا ميكا
بعد أن قام بهذه الجولة حضرة صاحب السمو أمير البلاد ومستقبليه بتفقد البيئة البدوية ومشاهدة الأطفال وهم يرقصون رقصاتنا الشعبية الخالدة، نقول لا شك أن تفضل حضرة صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بزيارة قرية الطفل إنما يدل بوضوح على اهتمام الدولة على أعلى مستوى بأبنائنا الأطفال شباب الغد الذين نعلق عليهم جميعا أكبر الأمال والأماني حتى يواصل وطننا العزيز تقدمه وازدهاره ونماءه. ويتابع حضرة صاحب السمو أمير البلاد المعظم وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء والسادة الوزراء والمستقبلين يتابع جولتهم في قرية الطفل لمشاهدة النشاطات المختلفة لأطفالنا الأعزاء. اهتمامات الدولة على أعلى مستوى بالأطفال تجسيد لبناء الإنسان الكويتي وإعداده لمواجهة تحديات العصر. وقد أكد صاحب السمو الأمير المفدى أنه سيكون للشباب النصيب الأكبر من عنايته واهتمامه، لأن كويت الغد هي كويت الشباب رجالا ونساء، تنبض عروقها الغنية بدم الشباب وتنطلق إلى المستقبل الزاهر بعزيمة الشباب وخطاه الواثقة. كما أن الكويت تريد من أجيالها الصاعدة أن ينشأوا على الكفاح والجد والخشونة والبعد عن الترف وحب المظاهر، مقتدين بآبائهم في الطموح وشدة المراس وعدم الاسترخاء أو التواكل. أيها السادة، تأتي قرية الطفل بما تحتوي عليه من مرافق وأنشطة اجتماعية ودينية وثقافية وفنية وموسيقية ورياضية وشعبية وإعلامية، تأتي نموذجا للنشاطات الهادفة
التي يشارك فيها أطفالنا بحرية وأمل وثقة، وذلك حتى يزيدوا من تجاربهم وخبراتهم ويثروا ثقافتهم ويعمقوا إيمانهم بالقيم الروحية الخالدة والتقاليد العربية الأصيلة لمجتمعنا، مجتمع الخير والأمل والمحبة، مجتمع الأسرة الواحدة، مجتمع العمل والبذل والعطاء من أجل مستقبل مشرق زاهر لوطننا وأمتنا، بل وللإنسانية جمعاء. تقاليدنا وعاداتنا العربية الأصيلة نتوارثها جيلا بعد جيل، مقاهينا الشعبية، تراثنا الفني هي جزء من تاريخنا، الدول المتقدمة تعتز بتراثها، تعتز بعاداتها، تعتز بتقاليدها، تورثها لأبنائها حتى يعرفوا ماذا فعل الآباء وماذا فعل الأجداد، ماذا صنعوا من أجلهم ومن أجل مستقبلهم. هذا المستقبل المشرق الزاهر لوطننا وأمتنا والإنسانية هو نتيجة كفاح الآباء والأجداد الذين ضحوا بالكثير من أجل مستقبل أبنائنا ورفاهيتهم وسعادتهم. إن الكويت تريد من أجيالها الصاعدة أن ينشأوا على الكفاح والجد والخشونة والبعد عن الترف وحب المظاهر، مقتدين بالآباء والأجداد في الطموح وشدة المراس وعدم الاسترخاء أو التواكل. لا زال حضرة صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي العهد ومرافقيه يجلسون في القهوة الشعبية، النموذج المصغر. لما كانت عليه مقاهينا الشعبية في الماضي، ويتابع سموه جولته في أرجاء القرية. أيها الإخوة، لعل ما يؤكد اهتمام الدولة بالأطفال أيضا احتفالها هذا العام
باليوبيل الفضي لرياض الأطفال الذي يصادف مرور 25 عاما على إنشاء أول روضة للأطفال في الكويت، التي تضم اليوم عشرات الرياض التي توفر الأساليب التربوية الحديثة لأجيال المستقبل. ويقوم حضرة صاحب السمو ومرافقيه بزيارة مركز الهلال الأحمر أو مستوصف في هذه القرية، قرية الطفل، من منطلق أن الأطفال يجب أن يربوا على الإنسانية. المريض الذي يأتي إلى هذا المستوصف يأتي طالبا العون والمساعدة، وهنا يتعلم الأطفال كيف يساعدون مريضا ويأخذون بيد ضعيف، يقدمون له الإسعاف والعون لإعادته إلى حالته الطبيعية. القرية تضم كثيرا من النشاطات، ما هي إلا لتربية الطفل وتنشئته التنشئة الصالحة. نموذج مصغر لكل الأنشطة الموجودة في المدينة، من قهوة شعبية، من سينما، من بيئة بدوية، من مكتبة، من مسجد، إلى جانب النوادي الفنية والموسيقية والرياضية، إلى جانب مخفر للشرطة، إلى جانب سوق مركزي. كل هذا من أجل تعويد الأطفال على النظام وتعويدهم لتطبيق القانون من خلال هذا النظام. لتعويدهم كيف يعيش الناس في المجتمع الكبير خارج هذه القرية. كما قلنا، تأتي قرية الطفل بما تحتوي عليه من مرافق وأنشطة اجتماعية ودينية وثقافية وفنية وموسيقية ورياضية وشعبية وإعلامية، نموذجا للنشاطات الهادفة التي يشارك فيها أطفالنا بحرية وأمل وثقة، حتى يزيدوا من تجاربهم وخبراتهم ويثروا ثقافتهم ويعمقوا إيمانهم بالقيم الروحية الخالدة والتقاليد العربية الأصيلة لمجتمعنا. Come on.
Thank you.